يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من 7 دي سبورت وأحداث جديدة وأخبار جديدة وكواليس تخص بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا. ولكن كالعادة يلا بينا نبدأ من العناوين. الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سان داونز. عمر عصر ينضم إلى الأهلي رسميا. ميسي في السعودية قبل نهاية مارس الحالي. ما وراء العظمة، مليار متابع ينتظرون كأس العالم للكرة النسائية. ومعانا ميار شريف كمان تودع بطولة إندين ويلز. وأكيد هيبقى معانا كمان في خلال الحلقة النهاردة أخبار وأحداث تانية كتير جدا. وهيكون معانا اكيد احداث تانية ومعانا كمان لقاء مهم جدا مع احد نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي طبعا، واحد الناس اللي يعني شاركت في بطولات مهمه جدا وشاركت في اهم احداث النادي الاهلي، كابتن عماد النحاس هيكون ضيفنا النهارده من خلال 7 دي سبورت. ولكن اكيد هنطلع فاصل ونتواصل مع حضراتكم في اول فقرات 7 دي سبورت، انتظرونا. ونبدا مع بعض اول فقرات 7 دي سبورت، وكالعاده بنبدا من عند النادي الاهلي. النهارده في تمام الساعة 4 عصرا بدأ الأهلي تدريباته في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سان داونز إن شاء الله يوم السبت في دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا في مباراة مهمة جدا. بعثة الأهلي وصلت في منتصف الليل تقريبا بعد رحلة شاقة جدا، وكان في استقبالهم السفير المصري في جنوب أفريقيا السفير أحمد الفضلي. وزي ما حضراتكم عارفين اللقاء ده مهم جدا جدا جدا. اللقاء ده يعني قدرنا نفوز الحمد لله على القطن، وعملنا مباراة جيدة جدا وعدينا لقاء كان يدخلنا تاني المنافسة ويدخلنا في المنافسة مع فريقين كبار. بالمناسبة سان داونز والهلال فريقين كبار، يمكن ماتش الهلال خلى الأمور برضو تبقى أصعب مما احنا كنا متوقعين. لكن أرجع وأقول لحضراتكم إن احنا عندنا فرصة نتأهل كأول عادي جدا، وعندنا فرصة نتأهل كتاني عادي جدا، عندنا فرص كتير جدا للتأهل. المهم بالنسبة لنا إن احنا ندي الماتش ده حقه. الماتش مش سهل، الماتش قوي. سان داونز في جنوب افريقيا من اللقاءات اللي دايما ما تتسم بالصعوبه طبعا يعني، ولكن يا ما كسبنا سان داونز في جنوب افريقيا، يا ما كان لينا دور بالمبادره في التسجيل في جنوب افريقيا في سان داونز. مهم جدا ان حاله الفرقه والتركيز اللي فيه الفرقه في الماتشات اللي فاتت سواء في الدوري او في ماتش من اول ماتش القطن، يعني مهم ان احنا نفضل مستمرين في نفس حاله التركيز دي. مهم جدا كمان ان الانطباع الاول عن فريق النادي الاهلي من اول دقيقه في المباراه انه يكون جاي يكسب، لا جاي يتعادل ولا جاي يعمل اي نتيجه تانية غير ان احنا نكسب. ده من الحاجات المهمه جدا. النادي الاهلي يلعب في جنوب افريقيا كانه بيلعب في القاهره بالظبط. الماتش لا يقبل القسمه على 2. الماتش ده يخرجنا من فكره حسابات كتير جدا. التعادل يحطك برضو ان انت لسه بتنافس في الصعود وكل حاجه، لكن الفوز يخليك ترتاح. ودلوقتي بقى عشان نعرف تفاصيل اكتر من البعثه معانا زميلنا فاروق صلاح، موفد قناة النادي الأهلي من جنوب أفريقيا من مقر الإقامة، طبعا أحد مراسلينا ومراسلي قناة النادي الأهلي. فاروق إزيك؟ طبعا برحب بيك يا عبد الرحمن، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. الأول طمني على بعثة النادي الأهلي وطمني عليكم والأجواء عندك عاملة إزاي، وعرفني تمرينة النهاردة إيه اللي تم فيها، وإزاي تم استقبال بعثة النادي الأهلي من قبل سفير مصر في جنوب أفريقيا. يعني خليني في البدايه اكلمك عبد الرحمن، احنا حاليا متواجدين طبعا في بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وبالمناسبه هي المدينه اللي ستستضيف مباراه الاهلي وفريق ماميلودي سان داونز اللي هيكون في تمام الساعه 3 على ملعب لوفتس، واحد من الملاعب الممتازه جدا اللي الجميع بيشيد بيها هنا في جنوب افريقيا. خليني اجيب لك الرحله من البدايه، يعني طبعا رحله طيران استغرقت اكثر من 9 ساعات، كان الوصول الى مطار جوهانسبرغ في وجود طبعا السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا، اللي كان حريص طبعا على تواصل تام مع مسؤولي النادي الاهلي قبل قدوم بعثه النادي الاهلي لتنسيق وترتيب كافه
وعرفت الامور، ثم استقل الفريق الحافله وبعثه فريق النادي الاهلي الحافله والتوجه من جوهانسبرج الى بريتوريا، يعني في يعني طريق استغرق لي ساعه ونصف، كان الوصول طبعا لمقر اقامه الفريق هنا في احد الفنادق الممتازه جدا طبعا في بريتوريا. سريعا تم تسكين اللاعبين في الغرف، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي قايمين بدور اكثر من ممتاز واكثر من رائع على تنسيق كافه الامور. انه كافه الامور نبدا بقى بيومنا النهارده بالفعل زميلي عبد الرحمن. اليوم بقى اللي اول يوم للنادي الاهلي هنا في بريتوريا، طبعا كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم كانت وجبه الغداء اللي كانت في تمام الساعه 2، ثم التحرك الى الملعب ملاعب جامعه بريتوريا اللي بتستضيف التدريب الاول لفريق النادي الاهلي، وبيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 25 دقيقه، ايضا ملعب المباراه بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. اللي احنا لامسينه طبعا زميلي عبد الرحمن ان اللعيبه كلها احنا عارفين ان هي مرحله صعبه جدا، وباكد على كلامك ومهم جدا الكلام اللي انت اكدت عليه على انها مواجهه صعبه جدا، مواجهه هتطلعك من حسابات كتير جدا. الثلاث نقاط في هذه المباراه اعتقد هيبقوا نقطه ايجابيه، نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشواره في البطوله. اللعيبه في كلامنا في حديثنا مع اللاعبين الجميع بيجمع انها اهم مباراه في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم، لكن خليني اكد على نقطه مهمه ان اللعيبه بالجهاز الفني عامل فصل تام ما بين مباراه ماميلودي سان داونز ومباراه القطن الكاميروني، مفيش اي حديث عن مباراه القطن الكاميروني، الجهاز الفني باللاعبين الجميع بيركز على مباراه ماميلودي سان داونز اللي بيعتبرها زي ما انت قلت والجميع يعلم قيمه هذه المباراه، مواجهه صعبه جدا، لكن لعيبه النادي الاهلي تركيزهم اللي احنا لامسينه النهارده في التدريب، عايز اطمنك طبعا على حاله اللعيبه المصابين اللي كانوا الفتره الاخيره اللي اطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله. النهارده عمرو السوليه بيأدي التدريب بالكامل، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، حسين الشحات اللي ادى جزء من المران اكتفى باداء جزء من التدريب الفريق النادي الاهلي، لكن باستثناء هذه الامور كافه اللاعبين في كامل تركيزهم. مستر مارسيل كولر التفاصيل الامور الفنيه اللي بيتكلم فيها مع افراد الجهاز الفني والتحضير لهذه المباراه، طبعا عقب انتهاء التدريب اللي شمل على اكثر من جانب خططي، فقره كانت لحراس المرمى مع ميشيل يانكون، ثم محاضره يعني كان في قبل انطلاق المران محاضره لمستر مارسيل كولر في ارض الملعب مع اللاعبين اللي اتكلم على اهميه هذه المباراه والتفاصيل الخاصه بهذه المباراه، الى جانب طبعا بعض الجوانب الخططيه اللي ركز فيها مع اللاعبين في تدريب اليوم. عايز اقول لك ان اليوم لسه مستمر زميلي عبد الرحمن، هيكون في محاضره بالفيديو النهارده لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 7 والنصف، هيبدا طبعا من خلالها يتكلم على امور كتير جدا خاصه بهذه المباراه. وعايز اقول لك برضو زميلي عبد الرحمن ان المستر مارسيل كولر على مدار 9 ساعات اللي في طائره يعني طائره الفريق اللي كانت متجهه لجنوب افريقيا، على مدار ال9 ساعات مستر مارسيل كولر قاعد بيتفرج على كافه مباريات فريق ماميلودي سان داونز، مش في دوري ابطال افريقيا فقط ولكن في مباريات في بطوله الدوري في جنوب افريقيا، تفاصيل كتير جدا مستر مارسيل كولر بيركز عليها في هذه المباراه، ويعلم ويعي تماما مدى صعوبه هذه المواجهه. طبعا انت عارف زميلي عبد الرحمن ان الملعب اداره فريق ماميلودي سان داونز سمحت وهتسمح للجماهير بالدخول الى ارض الملعب مجانا، عاملين حاله من الحشد والشحن في هذه المباراه بالظبط زميلي عبد الرحمن، عاملين حفل غنائي وفي حشد كبير جدا من الجماهير، عارفين ان برضو ان مباراه الاهلي وسان داونز مش مجرد مباراه في دور المجموعات، هي واحده من المباريات يعني في كلامنا مع بعض الجماهير اللي موجوده من جانب فريق ماميلودي سان داونز بيعتبروا ان مواجهه النادي الاهلي مواجهه كبير القاره الافريقيه، كل كلامهم ده نادي القرن الافريقي، مواجهتك مع النادي الاهلي بيبقى ليها سعاده كبيره جدا، اكيد بيحلموا ان هم يحققوا نتيجه مع النادي الاهلي، عارفين اهميه هذه المباراه بالنسبه لهم في مشوارهم. بطمنك ايضا على الاجواء، درجه الحراره تقدر تتكلم ان درجه الحراره ما بين 28 ل 30 درجه مئويه، في توقيت المباراه درجه الحراره تبقى ما بين 25 ل 28 درجه مئويه. عايز برضو عبد الرحمن واستغل ان احنا موجودين ان انا موجود معاك انقل لك تفاصيل اليوم غدا بمشيئه الله، طبعا انت عارف هيكون هو اليوم الاخير قبل المباراه، هيكون في اجتماع
فني في تمام الساعه 12 صباحا هيكون في ملعب المباراه، ثم طبعا هيكون المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الاهلي والمدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز، ثم التدريب اللي هيكون في نفس توقيت المباراه في تمام الساعه 3 عصر. تقدر تقول يا عبد الرحمن دي كانت يعني كل الكواليس، كل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي. انا موجود معاك يا عبد الرحمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. يعني التغطية وافية جدا يا فاروق، بس انا عايز بقى طبعا انت متابع جيد هناك الاعلام ومتابع الضجة اللي حاصلة على وجود النادي الاهلي، وانا عارف كويس قوي ان فريق عمل النادي الاهلي ما بيسيبش الحاجات دي. قول لي شوية المتابعة الاعلامية والاهتمام الاعلامي بوجود النادي الاهلي في جنوب افريقيا، انقل لي كمان الحالة اللي عاملها نادي سان داونز بان هو عامل حشد فعلا جماهيري، ده الاعلام موصله ازاي للاعبين؟ لان احنا سمعنا طبعا عن اخبار من بعض لاعبي سان داونز، في لعيبة راحت التمرين مخمورة، في مش عارف ايه، هو بيحاول يخرجهم من المود ده ان هم الجمهور هيبقى محتشد، الاعلام كله مدي اهتمام كبير جدا للمباراه. وصل لي الاهتمام الاعلامي بوجود النادي الاهلي في جنوب افريقيا. يعني خليني يا عبد الرحمن اقول لك احنا في بريتوريا، هنا بريتوريا هي معقل فريق ماميلودي سان داونز، هنا المعقل بتاع الفريق والجماهير، في كل مكان هتروح جماهير سان داونز موجوده. طبعا الاهتمام الاعلامي والاحاديث في الصحافه في جنوب افريقيا، الجميع خلاص اعتبر ان مواجهه الاهلي مع ماميلودي سان داونز واحده من الكلاسيكيات والثوابت في دوري ابطال افريقيا. يعني بعض الصحفيين اللي بنتكلم معاهم قال لك خلاص احنا بقينا معتادين ومتعودين على مواجهه النادي الاهلي، ووجود النادي الاهلي ومواجهه النادي الاهلي بتدي دوافع اكبر بالنسبه للفريق ماميلودي سان داونز. قالوا ان اداء اللاعبين بيبقى مختلف تماما اداء امام النادي الاهلي، ايضا الحاله العامه في الاعلام الجميع بيتكلم على اهميه المباراه، بيعتبروا ان المباراه خلاص ما بين النادي الاهلي وفريق ماميلودي سان داونز هي ديربي واحده من كلاسيكيات وثوابت دوري ابطال افريقيا. طبعا الحشد الاعلامي الموجود في جانب الاعلام الى جانب الحديث عن المباراه والحديث ايضا عن بعض الامور الخاصه بمعسكر فريق ماميلودي سان داونز، عايز اقول لك النادي الاهلي لا يعني ما بينشغلش بهذه الامور. الجميع عارف ان فريق ماميلودي سان داونز ورولاني ماكوينا عارف تماما اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتالي الحشد اللي معمول من جانب الجماهير، عايز اقول لك ان بيتم توزيع القمصان لفريق ماميلودي سان داونز مجانا على الجماهير، التذاكر وزعت مجانا، الحفل الغنائي بريتوريا، يعني كان لنا حديث ايضا مع بعض المصريين المقيمين هنا في بريتوريا، قال لك قبل قدوم النادي الاهلي كان حاله هدوء، اول ما وصل بعثه النادي الاهلي النهارده يوم مختلف تماما، يعني مع وجود بعثه فريق النادي الاهلي خلاص الاجواء حاله الانتعاش اللي موجوده ايضا في محيط مقر اقامه فريق النادي الاهلي مع وجود بعثه فريق النادي الاهلي عامله حاله من الحشد. لكن خليني اقول لك ان كل الامور دي هتكون عامل ايجابي ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي اللي يكونوا في كامل تركيزهم في هذه المباراه، ويعوا تماما وعارفين تماما يا عبد الرحمن قيمه هذه المباراه بالنسبه النادي الاهلي. فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، شكرا على التغطيه المتميزه الحقيقه. يعني فريق عمل النادي الاهلي عامل مجهود كبير جدا 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 من وجودهم معاهم، سفريه طويله جدا وسفريه مجهده جدا. لكن تعالوا بقى نشوف المنافسه بين الاهلي وسان داونز، دايما التفوق للاهلي واغلب المباريات التفوق كان للاهلي، وفي المباريات الكبيره والبطولات نفتكر كلنا السوبر بتاع خالد بيبو والهاتريك او السوبر هاتريك اللي جابه في سان داونز. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل بقى فقرتنا، فقره الاخبار اللي عن النادي الاهلي والاخبار العربيه والعالميه، ونروح للنادي الاهلي والمره دي الخبر عن نجم تنس الطاوله الكابتن عمر عصر. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن التجديد والتعاقد مع اللاعب عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاوله للانضمام الى صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. واوضح ان عمر عصر وقع على عقود الانضمام الى النادي لمده موسمين لتمثيل رجال التنس الطاوله في مختلف المحافل المحليه والقاريه اللي هيشارك بها الفريق. واشار العوضي الى ان المفاوضات مع عصر لم تستغرق وقتا، وان اللاعب الكبير وقع على العقود الى النادي الاهلي دون ان يكون لي اي شروط سواء ماديه او اي شروط ثانيه، وابدى رغبته الاكيده في التواجد داخل النادي الاهلي والمساهمه في تحقيق الكثير من الالقاب خلال الفتره المقبله. واكد مدير النشاط الرياضي ان التعاقد مع عمر عصر يمثل اضافه كبيره جدا بما يملكه من خبرات واسعه ومسيره مميزه، خاصه بعد ما قدمه من انجاز كبير في دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه التي اقيمت في طوكيو والتي حصل خلالها الى المركز الخامس. طبعا زي ما احنا عارفين لعب الدور ربع النهائي وحصل على المركز الخامس، فضلا عن تواجده المستمر في مرتبه متقدمه جدا بالتصنيف الدولي للاعب التنس الطاوله. حضراتكم عارفين ان لاعب بقيمه عمر عصر، يعني انا اعلم جيدا هذا اللاعب، ويعني اتشرف بان هو
احد اصدقائي المقربين طبعا، يعني عمر على المستوى الشخصي بيعمل كل حاجه في حياته عشان تنس الطاوله، سواء نوم او اكل وشرب او تدريب او اي حاجه، هو محترف للغايه. المسيره الاحترافيه بتاعت عمر عصر سواء كلاعب خارج مصر في الاماكن اللي احترف فيها او حتى الحتت اللي عرضت عليه، عمر عصر كان من المرشحين انه يلعب في برشلونه الاسباني. عمر عصر بالمناسبه لعب في اكبر انديه تنس الطاوله في العالم، بيشارك بشكل مستمر في التشامبيونز ليج ويوصل للادوار النهائيه، التصنيف العالمي بتاعه دائما ما يكون قريب من العشر الاوائل. عمر عصر بالمناسبه ان هو يبقى في الاولمبيات خامس عالم في لعبة تنس الطاوله اللي الصين ما بتسيبهاش والاسيويين ما بيسيبوهاش، ده مش انجاز عادي، ده مش انجاز عادي ان لاعب مصري ابن للنادي الاهلي ونتشرف بذلك يبقى قيمته في تنس الطاوله انه غالبا اغلب الوقت محترف في احسن الدول اللي فيها تنس طاوله في اوروبا، ده مش عادي. ففعلا اختيار ان عمر عصر يرجع في التوقيت ده يمثل النادي الاهلي في البطولات القاريه والمحليه اختيار رائع. عمر عصر من اعظم لاعبي تنس الطاوله في تاريخ اللعبه. ودلوقتي بقى كالعاده نشوف مع بعض نتائج فرق النادي الاهلي في الاسبوع الماضي في كل الالعاب، وكمان نعرف هنلاعب مين الاسبوع ده. يلا بينا نروح للشاشه بتاعتنا. كره اليد رجال عندنا الاهلي وطلائع الجيش، كسب الاهلي 29-28. كره اليد سيدات الاهلي كسب المعادي 44-22. كرة السلة رجال الأهلي يفوز على الزمالك 74-59. كرة السلة سيدات الأهلي يفوز على الطيران 85-42. كرة الطايرة سيدات الأهلي فاز على الزمالك 3-1. هنشوف مع بعض المباريات اللي جاية بقى معانا خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله. عندنا الأهلي والزمالك كرة اليد سيدات يوم 10، وعندنا الأهلي وهليوبلس كأس مصر دور الثمانية كرة الطايرة سيدات أيضا يوم 10. ويوم 10 غني جدا بالمباريات، الاهلي والطيران دوري كره الطائره رجال، وفي كمان الاهلي والجزيره دوري السوبر لكره السله رجال، كل ده هيبقى يوم 10. يوم 11 الاهلي والاتحاد دوري السوبر لكره السله سيدات. يعني معانا كمان اهو زي ما حضراتكم شايفين المباريات القادمه فيها الاهلي والشمس دوري كره اليد سيدات يوم 11، والاهلي والطيران دوري كره الطائره رجال يوم 11 ايضا. دوري السوبر لكرة السلة رجال الأهلي والاتحاد يوم 13، ودوري كرة اليد رجال الأهلي والبنك الأهلي يوم 16، والأهلي وسبورتنج دوري كرة اليد سيدات يوم 16. قبل بقى ما نروح لأخبارنا العالمية، في موضوع عايز أتكلم مع حضراتكم فيه واتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات قلنا مع بعض إن اتحاد الكرة لسه لحد دلوقتي ما أظهرش أي محاولات للإصلاح، ولسه لحد دلوقتي ما وضحش ايه اللي ممكن يحصل، مفيش جديد وماشيين بنفس الطرق القديمه. منتخب الصالات اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات لو نفتكر لما خسر من السعوديه 4، خسر تاني الاسبوع ده من ماتش ايران 3، وكان في الترتيب الاخير في مجموعته في بطوله تايلاند الوديه، وبالعافيه كسب موزمبيق واحتل المركز الخامس اللي هو قبل الاخير. المفروض المنتخب ده عنده كاس عالم خلال اقل من سنه، يعني لازم يتم اعداده بشكل كويس جدا، والا هنشوف نتائج زي اللي حصل في البطولة الأندية زي تايلاند دي، وده لا يليق باسم الكرة المصرية. كمان الناشئين والشباب، منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب، اتحاد الكرة هيعمل ايه علشان يدينا منظومة محترمة تطور مسابقات الناشئين والمنتخبات في الأعمار السنية دي؟ لحد دلوقتي ولا حاجة. أيوة ولا حاجة. طيب انت كاتحاد بتعمل استراتيجية وتبعتها للفيفا وبتاخد عليها دعم بالدولار، خلي بالك، ومبالغ مش قليلة. طيب عملت ايه بيها لتطوير قطاعات الناشئين؟ ولا طورت مدربين ولا ما عملتش حاجه، عملت ايه؟ ليه استراتيجيه اتحاد الكوره غير معلنه لحد دلوقتي؟ ما زي ما بنعلنها للفيفا اطلع اعلنها للناس للراي العام، عشان لو في اهداف بعيده المدى على المدار سنين طويله نصبر عليك، نقول ماشي نديله حقه. دلوقتي بتقول هتجيب خبير اجنبي يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكوره، طيب دي حاجه كويسه جدا، بس لازم يحط خطه ويعلنها ويتعاقد مع اسماء مع مدربين اساسا، يعني على اساسها هيحط مع طب انت اساسا متعاقد مع مدربين للمنتخبات، هو هيجي يعمل ايه؟ منتخب الشباب اللي خرج بدون ما يسجل هدف في بطوله على ارضه، هل درست اسباب فشل المنتخب ده ولا خلاص كده الجهاز الفني هو اللي هيشيل؟ هتخرج اللاعبين دول اللي هم مستقبلك من الحاله النفسيه السيئه دي ازاي؟ حاجات كتير جدا من اتحاد الكره، واتحاد الكره لازم يجاوب عليها، ولازم يجاوب عليها بسرعه، لان في منتخبات وفي لاعبين شباب بتروح عليهم فرص، بتروح عليهم فرص كبيره، فرص المشاركه مع منتخباتهم في ان هم يلعبوا ويمثلوا مصر في بطولات عالميه.
ياخدوا في خبرات دوليه بالمشاركات في كاس العالم. ما هي الخبره الدوليه دي بتتاخد منين يا جماعه؟ ما بتتاخد من مباريات من كاس العالم. ما ينفعش تحمل جهاز واحد الفشل، ولا اتحاد الكوره بس الفشل طبعا يعني، ولا تيجي على اللعيبه، اللعيبه دي صغيره في السن يعني، اللعيبه دي ناشئين وشباب، لازم تحميهم ولازم تعديهم من الحاله النفسيه السيئه اللي هم فيها دي لحد دلوقتي. اللعيبه دي هي مستقبل الكره المصريه. لما منتخب محمد وهبه او كابتن محمود جابر ومنتخب اولمبي خلي بالك قرب ان هو يخرج يعني، الشهر ده شهر مارس اللي احنا فيه ده عندهم ماتشين، يا رب ما يخرجش طبعا ويستمر ويروح اولمبياد، بس الماتشين دول لو لا قدر الله حصل فيهم حاجه، انت هتغذي منتخبك الوطني الاول من لعيبه اعمارهم صغيره ازاي؟ يعني حضراتكم عارفين كويس قوي ان كل اللعيبه اللي احترفت في مصر احترفت منتخبات شباب. كل اللعيبه اللي كان ليها ادوار مع المنتخب الاول كان الاساس بتاعها منتخب شباب، منتخب جيل كابتن حسن شحاته المنتخب الاعظم، وقبليه كابتن شوقي غريب اللي قبله اللي هو كابتن حسام غالي واليماني والناس دي كلها، وشوقي محمد شوقي، الاجيال دي كلها، الرياض شيتوس، الاجيال دي كلها طلعت من منتخبات شباب، سواء لانديتها اللي لعبت فيها او اللي احترف منهم. محمد صلاح والنني خارجين من منتخب شباب، خارجين من منتخب شباب ومنتخب اولمبي، لعبوا اولمبيات ولعبوا منتخبات شباب. الاجيال اللي جايه دي انت هتعتمد عليها ازاي وانت ما اديتهمش احتكاكات مع منتخباتهم؟ هتعمل لهم ايه؟ احنا عايزين نعرف انت هتعمل لهم ايه؟ يعني الفتره اللي جايه ممكن اتحاد الكوره يعمل ايه لمجموعه الشباب اللي ما لهاش حظ للاسف انها تشارك في بطولات دوليه ويبقى ليهم احتكاكات عالميه؟ يعني ده تساؤل اتمنى ان اتحاد الكوره يجاوبنا عليه، اتمنى انه يوضع خطه واستراتيجيه واضحه يقولها، يعلنها للناس، يعلنها للاعلام، يقول لنا هنعمل ايه. يعني كنا نتمنى ان يبقى في مؤتمر صحفي قريب من اتحاد الكوره باي ممثل ليهم، يعني يقول لنا الشباب دول هيحصل معاهم ايه، المنتخبات اللي هم اوريدي خلاص انتهى دورها هيحصل معاها ايه، لان دول ما ينفعش نخسرهم، ده احنا عندنا فيهم محترفين كمان، ده احنا بالصدفه في ناس خرجت واحترفت. فعايزين نحافظ على اللعيبه دي ونحافظ على المنتخبات دي. فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى في 7 داي سبورت، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم مره اخرى عشان نروح بقى لاخبارنا العالميه. والنهارده في خبر مميز جدا، حوار بين الاساطير نشروا النهارده بالصوت والصوره نادي ليفربول بين محمد صلاح وستيفن جيرارد. طبعا عارفين ستيفن جيرارد اسطوره ليفربول ومحمد صلاح ايضا اسطوره ليفربول، حوار رائع الحقيقه. وكانت المفارقه ان جيرارد بيقول لمحمد صلاح انه اللاعب المفضل بالنسبه له، وابن جيرارد بيقول له ان اللاعب المفضل بالنسبه له هو محمد صلاح، وجيرارد كمان بيقول لصلاح في الحوار ده انت اللاعب المفضل لابني وانا بالنسبه له اجي في المركز الثاني. يعني حوار لذيذ جدا الحقيقه، ان محمد صلاح بعد ما وصل لانه يكون الهداف التاريخي لليفربول في البريمير ليج، واحنا بنشوف ردود الافعال الرائعه سواء من الاعلام العالمي او من اساطير ليفربول. خبر تاني لكن المره دي عن ميسي. ميسي هيسافر السعوديه فعلا في نهايه شهر مارس اللي احنا فيه ده، الخبر صحيح، لكن ميسي هيروح السعوديه بصفته سفير للسياحه، ودي مش اول مره يعمل الزياره دي. يعني هي هتكون تاني زياره لميسي للسعوديه تحت مسمى السفير للسياحه، وهياخد معاه عيلته واصحابه بالكامل، وده اللي اعلنته وزاره السياحه السعوديه في الوقت نفسه. الانجليزي فيل نيفل مدرب نادي انتر ميامي الامريكي بيقول انه انتقال ميسي لفريقه وللدوري الامريكي هيكون الصفقه الاكبر في التاريخ. لكن لحد دلوقتي بعد خروج باريس سان جيرمان الفرنسي امبارح من دوري ابطال اوروبا بعد الخساره من بايرن ميونخ الالماني بنتيجه 3-0 في مجموع المباراتين، طبعا انتهت كتير وحاجات كتير جدا حوالين مستقبل ميسي. كمان خلال الاسبوع ده خوان لابورتا رئيس برشلونة اعترف ان الباب مفتوح قدام ميسي للعودة الى برشلونة، وانه التقى والده كمان، التقى والد ميسي الشهر ده. الشهر القادم هنشوف كل اسبوع اخبار جديدة عن احتمالية انتقال ميسي لبرشلونة او للدوري الامريكي، واحتمال كبير كمان للدوري السعودي، ما نستبعدش ده يعني، لان طبعا خلاص ميسي عمل كل حاجة في الكرة وقفل اللعبة، كون ان هو يرجع يبطل في برشلونة او يروح امريكا او يروح السعودية، وده وارد جدا جدا بعد اللي احنا بنشوفه من السعودية سواء بانتقال رونالدو او لعيبه تانيين بيفاوضوهم، كل شيء وارد. نروح بقى لخبر تاني، النيابه السويسريه اعلنت انها قفلت التحقيقات في قضيه الطياره الخاصه اللي كانت في رحله من سورينام الى سويسرا سنه 2017، واللي كانوا شاكين فيها انها تم تاجيرها بالمخالفات القانونيه. الفيفا اصدر بيان النهارده وقال ان انفانتينو متنازل عن طلب التعويض بعد القضيه ما تم اغلاقها. التحقيق فيها طبعا اتقفل تماما، واكدت الفيفا انه بيتابع كل اللوائح والقوانين في كل خطواته.
وبالمناسبة انفانتينو هيتم إعادة انتخابه كرئيس للفيفا في الكونجرس اللي هيتعمل في رواندا خلال أسبوع تقريبا، لأنه المرشح الوحيد ومحدش نازل قصاده. لسه مع الكرة العالمية، وهنروح لرئيس نادي بايرن ميونخ هربرت هاينر. طبعا رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني بيقول إن فريقه هو الأقوى في دوري أبطال أوروبا السنة دي، وأبرز المرشحين للحصول على البطولة بعد ما أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي من دور 16. رئيس بايرن ميونخ كمان بيلمح، شوف بقى الكلام اللي جاي ده لأن ده كلام مهم جدا، للدعم المالي الكبير اللي بيحصل عليه باريس سان جيرمان. بيقول إن كلنا شفنا أهو إن الأموال لوحدها مش كفاية علشان تفوز بالبطولات. يمكن كلام واقعي وحقيقي الحقيقة، لأن الفلوس لوحدها مش كفاية، بنشوف أندية بتصرف عليها ملايين كتير جدا ولكن عمرها ما بتقدر توصل لشخصية البطل. شخصية البطل وانضباط المنظومة حاجة تانية خالص، ما ينفعش تشتريها بالفلوس. وبالمناسبة الفلوس بقى، يعني بمناسبة ان احنا بنتكلم على الفلوس كمان، تعالوا نشوف بايرن ميونخ كسب قد ايه وهيكسب قد ايه من وصوله للنهائي. بايرن ميونخ هيحصل على 10.6 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي للعبة يوفا بعد تأهله الى دور الثمانية. وحصد بايرن ميونخ حتى الان على جوائز، بص بقى قيمه المبلغ اللي هيتقال ده، مبلغ اجمالي المبلغ 89.2 مليون يورو بعد فوزه في جميع مبارياته في التشامبيونز ليج بدوري الابطال. ده لدور الثمانيه بس، خلي بالك ده لدور الثمانيه بس. في حاله وصول البايرن بقى للنهائي المقرر في اسطنبول ان شاء الله في العاشر من يونيو وتتويجه باللقب، سيحصل على اجمالي 121.52 مليون يورو. ارقام كبيره جدا بتفسر لوحديها ليه دوري ابطال اوروبا اقوى مسابقه سنويه في كره القدم في العالم. حاجه يعني ارقام مهوله. وخلي بالك الفرق اللي بيتصرف عليها كتير لو ما عندهاش شخصيه البطل مش هتقدر توصل للارقام دي، رغم ان هي بتصرف عليها اكتر، رغم ان هي بيبقى يعني ليها الحق الاكبر في انها تدعم فرقها وتشتري لعيبه وبتاع، لكن شخصيه البطل ما بتشتريهاش بفلوس. شخصيه البطل دي انت تتكلم فيها من هنا للصبح، سواء بايرن ميونخ او ريال مدريد او نادي زي النادي الاهلي في افريقيا، الحاجات دي كلها ملهاش علاقه بالفلوس. نروح بقى لواقعه كانت غريبه من مشجع مخمور نزل الملعب في ماتش إيندهوفن الهولندي واشبيليه الاسباني، وتعدى على حارس مرمى اشبيليه بالضرب، لكن الحارس قدر يوقعه على الارض والامن قبض عليه. النهارده صدر حكم بحبسه 3 شهور منهم شهرين مع ايقاف التنفيذ، وتم اتخاذ قرار بمنعه من الدخول للاستاد في هولندا لمده 2 سنين. لكن اكتشفوا فجاه غريبه جدا بقى، اكتشفوا ان كمان المشجع ده اصلا كان ممنوع من دخول الاستاد، ولحد دلوقتي بيحققوا في الطريقه اللي دخل بيها للمباراه دي. حاجه غريبه جدا يعني، واخبار يعني رغم ان فيها ضحك، انما احنا فعلا اسكان في اوروبا بالمشجعين بيخشوا الاستاد من ورا الامن اهو بتاع. نروح لخبر بقى يخص الكره النسائيه. منتخب الكره النسائيه الفرنسي عنده كاس عالم قريب جدا. مونتو كارلو طبعا الاذاعه الاسبانيه المشهوره اكدت ان هارفي رينار مدرب منتخب السعوديه صاحب التاريخ الكبير مع المنتخبات الافريقيه طبعا المغرب وكوتوفوار وزامبيا ومرشح لمنتخب فرنسا للكره النسائيه. اعتقد ان الخبر ده غريب وصعب يتحقق، لكن في مشاكل كتير جدا في منتخب فرنسا للكره النسائيه، وفي اعتراض من اللاعبات على المديره الفنيه الموجوده حاليا، وفي لاعبات قرروا مقاطعه المنتخب ومنهم لاعبات اعتزلوا اللعب الدولي. يعني حاجة غريبة. وهارفي رينار طبعا مدرب اجريسيف جدا، احنا شفنا كلنا الفيديوهات بتاعته مع منتخب السعودية وهو بيكلم لعيبته، وشفنا فيديوهات هارفي رينار شخصية وكاركتر قوي جدا على انه هو يبقى في الكرة النسائية. يعني انا ده وجهة نظري، ما اعرفش بقى هم في منتخبات فرنسا بيفكروا ازاي. بمناسبة الخبر ده لسه مع الكرة النسائية العالمية ايضا، وخبر تاني، فاطمة سمورة الامين العام للفيفا اعلنت في مؤتمر وقالت فيه ان 1 مليار متابع حول العالم منتظرين كأس العالم للكرة النسائية، واللي هتبقى في استراليا ونيوزيلندا. وقالت بقى الجمله او السلوجان بتاع البطوله دي: ما وراء العظمه. ده هيكون شعار كاس العالم للكره النسائيه. فاطمه سموره قالت: ماذا يعني تجاوز العظمه بالنسبه لكم جميعا؟ وراحت قايله بقى: بالنسبه لي على وجه الخصوص سيشهد شعار ما وراء العظمه مشاركه 32 فريقا نسائيا بارزا يتنافسون من خلال 9 مدن مضيفه في استراليا ونيوزيلندا، حيث سيتابع اكثر من 1 مليون شخص حول العالم المشاهده لكرة القدم النسائية يعني أثناء اللعب. طبعا فاطمة سمورة هي واخدة الملف ده بقوة جدا في الفيفا، وهي بالنسبة للناس هناك بتدعم الكرة النسائية بشكل قوي جدا، والفيفا دلوقتي عموما بيدعموا الكرة النسائية. نسيب بقى الكرة ونروح لرياضة تانية خالص، ونروح لنجمة مصرية وبنت من بنات النادي الأهلي ميار شريف.
الخبر رغم ان هو سيء، لكن انا هقول لكم ان دي حاجه كويسه. يعني لاعبه منتخب مصر ميار شيرين والمصنفه رقم 52 عالميا ودعت منافسات بطوله اندي ويلز المفتوحه للتنس، احد بطولات الماسترز في فئه ال 1000 نقطه. يعني طبعا ميار شيرين بنت النادي الاهلي ودعت ميار مؤخرا بطوله مونتيري المفتوحه للتنس بعد خسارتها امام المصنفه الخامسه عالميا الفرنسيه كارولينا غارسيا بنتيجه 2-0 في الدور ربع النهائي. انا لازم اقف عند الخبر ده رغم ان هو خبر يعد خساره لميار شريف، لكن ميار شريف يا جماعه واحده عندها احتكاكات بالمصنفه الخامسه عالميا والمصنفه الاولى عالميا والمصنفه وده بتخش في ال 50 العالميين الاوائل يعني، وبتنافس في البطولات اللي هي اقوى بطولات في العالم. دي لازم يتم دعمها ودراستها، لازم تدرس رياضيه بحجم ميار شريف دي ازاي وصلت اللي هي فيه وتطلع 5-6 ميار شريف في خلال الفتره القليله اللي هي موجوده فيها. يعني عمر لعيبه التنس ما بيبقاش كبير قوي، فلازم نستغل ميار شريف دي في ان احنا لا نطلع ابطال زيها ونشوف ندرس تجربتها، التجربه الهائله بتاعتها دي ونطلع زيها، ده لازم. يعني هنروح لفاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى في 7 دي سبورت، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم ودلوقتي معادنا مع فقرتنا الحواريه. حوارنا النهارده مع واحد من نجوم جيل الذهبي للنادي الاهلي، جيل العظيم للنادي الاهلي، وهو الكابتن عماد النحاس المتوج مع النادي الاهلي بخمس بطولات دوري وثلاث بطولات دوري ابطال افريقيا وثلاثه سوبر افريقي وبرونزيه كاس عالم، ما صافش حاجه ما شاء الله يعني، وبخلاف كده اثنين كاس مصر واربعه سوبر. كابتن عماد النحاس المدرب كمان على مستوى التدريب من المدربين اللي عاملين شغل كبير جدا في الدوري المصري، سواء مع اسوان في وقت سابق او مع المقاولين العرب اللي معاه يعني رجعوا شارك تاني في بطوله افريقيا، وكمان دلوقتي مع طلائع الجيش احد رموز الدفاع في مصر. يعني لو جيت تصنف المدافعين اللي لعبوا في تاريخ مصر اللي كورتهم حلوه وبيلعبوا قدام كابتن عماد النحاس، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. كابتن عماد جميله دي وربنا يكرمك دايما ويوفقك. ربنا يخليك يا ابو الكباتن. يعني طبعا لما بيذكر اسم كابتن عماد النحاس بيذكر اسم اللعيب المدافع اللي هو بيلعب صانع العاب من ورا وهو ليبرو على طول يعني. الله يكرمك على طول. هبدا معاك على طول بقى بما انك الخبره الافريقيه الاكبر، يعني من اكبر الناس اللي لعبت في دوري ابطال افريقيا. احنا عندنا ماتش سان داونز يوم السبت ان شاء الله. شايف المجموعه بتاعه الاهلي ازاي دلوقتي، وشايف الماتش ده المرحله اللي فيها النادي الاهلي وهو بيلعب سان داونز ازاي؟ بس اولا الماتشات كلها صعبه. بدايه النادي الاهلي بعد تاجيل مباراه القطن الكاميروني وبعدين التعادل مع الهلال والتعادل مع خساره من الهلال والتعادل مع سان داونز وبعدين ترجع تكسب القطن 4 بونت في 3 مباريات مع طبعا فوز الهلال في ثلاث مباريات 9 بونت. هو بس اتغلب من سان داونز ماتش بس، هو لعب 4 ماتشات بس، طبعا 9 نقط للهلال دي انجاز كبير طبعا. كابتن عماد 4 بونت من 3 مباريات معاك. مظبوط، لكن اكيد طبعا المباراه دي من اهم المباريات اللي موجوده في المجموعه. يعني مطالب من النادي الاهلي عدم الخساره طبعا رقم واحد، اكيد المكسب، لو ما جاش مكسب طبعا. لان وارد ان الفريقين يلعبوا لمصلحه بعض في المباراه اللي بعد كده ما بين صن داونز والهلالي. حضرتك شايف ان احنا لازم نخلص المباراه دي بشكل على الاقل ما نخسرش عشان خاطر يبقى المنافسه موجوده بين الفرقتين فما يتعاونوش مع بعض يعني في المباراه؟ اكيد لان الهلال هيرجع يقابلك هنا في مصر تبقى مباراه قويه. سان داونز هيطلع للهلال في السودان، اكيد المكسب هيطلعك لسبعه بونت، تبقى انت قريب من التسعه ومن السبعه بونت، كمان تعطل سان داونز وتخلي المباراه بينه وبين الهلال في مواجهتهم مع بعض طبعا تكون مواجهه صعبه، وانت في نفس الوقت طالع كمان المباراه الاخيره للقطن الكاميروني. فالمباراه دي اكيد هي اللي هتحدد شكل المجموعه عامل ازاي، مين هيكون في المركز الاول مين هيكون في المركز الثاني، فما زال لسه عندك حظوظ كبيره. طيب كابتن عماد، الجيل الحالي حصد كل البطولات تقريبا، حط نفسه في موقف كويس قوي ان هو راح بطوله كاس العالم مرتين، خد برونزيتين عالم وراح الثالثه، يعني الجيل ده تقريبا خدوا كل حاجه.
وعملوا تقريبا كل حاجه. لو دلوقتي هتكلم بقى كابتن عماد النحاس المدرب، ازاي تجدد طموحاتهم وازاي تجدد اهدافهم تاني في الوقت الحالي؟ لا انت النهارده عندك لعيبه جديده برضه، يعني المجموعه الجديده مع المجموعه القديمه سقف الطموح عند النادي الاهلي نفسه. انت دايما بنتكلم على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي وعلى المواقف اللي اتحط فيها لعيب النادي الاهلي، سواء كان مواقف صعبه او فيش طبعا في الكوره مواقف سهله يعني. لكن الاحداث اللي انت بتبقى موجود فيها النهارده، انت بتتكلم في افريقيا، انت النهارده عايز تبقى موجود في البطوله. كان من فتره قريبه انت بتلعب كاس عالم للانديه، والبطوله دي لسه شغاله، انت رحت عشان انت تاني البطوله، والوداد كان هو اللي بينظم 3 مرات بتوصل بتلعب كاس عالم. الاهداف اكيد موجوده، واللعيبه الكبيره اللي موجوده طبعا عليها عامل كبير، والدوافع اللي موجوده اكيد ما بتنتهيش مع وجود النادي الاهلي في اي بطوله. وده كمان اللي الفرقه الثانيه بتعمل حسابه، اي فرقه عندها تفكير في المستقبل ان ياخدوا البطوله بيبقى نفسه انه يكون النادي الاهلي مش موجود فيها يعني. لكن طول ما النادي الاهلي موجود فهو المرشح الاول اكيد للبطوله، مع كل الانديه اللي موجوده بعد احترام كل الانديه اللي موجوده طبعا الافريقيه يعني. طبعا فاظن ان الدوافع عبد الرحمن موجوده طبعا عند اللعيبه وموجوده في الجهاز الفني. طيب في المواقف الصعبه دايما يا كابتن بتظهر شخصيه الاهلي وروح الفانله الحمراء، وانت واحد من اللاعبين اللي في الجيل الذهبي كان طموحهم متجدد من دقيقه لدقيقه، يعني بيخلص البطوله ياخد اللي بعديها. شايف موقف النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هتفرض نفسها في المجموعه دي وان شاء الله يتم التاهل؟ الواحد بيتمنى النادي الاهلي والجهاز الفني بالنسبه للاصابه واللعيبه المصابين في وقت فيه ماتشات مضغوطه وماتشات مهمه يعني. لكن النهارده لما يرجع عبد القادر يبقى موجود، لما يبقى موجود السوليه، لما موجود خالد عبد الفتاح، بتدي اريحيه للمدير الفني اللي موجود سواء في التشكيله الاساسيه او كمان في الدكه والبدائل اللي موجوده عندك. واظن كمان عبد الرحمن المكسب الاخير في مباراه المولين برضه هيدي اكيد دفعه للاعيبه النادي الاهلي، سواء خلاص استقر في الدوري وبقى هو متصدر الدوري، تديله كمان قوة إن شاء الله في ماتش أفريقيا. أنت كمان يا كابتن عندك بطولة عربية وعندك منافسات قوية، وطلاع الجيش المرة دي داخل في منافسات قوية قوي. طمني بقى يا كابتن على استعدادات طلاع الجيش كمان والمنافسة اللي تاريخية لطلاع الجيش مع البطولة العربية مع وجوده في جدول الدوري. أكيد إحنا طبعًا أكيد الموسم ده مش شبيه بالموسم الماضي. الموسم الماضي النادي طلع كان موجود في المركز الرابع، عمل موسم كويس جدًا وموسم كان مميز. لكن احنا بدأنا ان شاء الله من فتره قريبه مع اللعيبه، خدنا 4 مباريات. للاسف ان احنا خسرنا في 3 مباريات. اول مباراه كان بعد 48 ساعه من تولي المسؤوليه، كان مباراه الداخليه، ادينا كويس في مباراه ام بي، ادينا كويس جدا في مباراه من 22-23 يوم لاستعدادا ل 4-4 ان شاء الله مباراه اهلي بروسنا ان شاء الله في القاهره في البطوله. كل التوفيق يا كابتن لحضرتك طبعا احد ابناء النادي الاهلي. عايز اخد رايك في حاجه مهمه جدا يا كابتن عماد، رايك فيما حدث مع منتخبات مصر للشباب، المنتخبين اللي ورا بعض كابتن محمد وهبه ثم الكابتن محمود جابر، وكيف يمكن تفادي ان الجيل ده نفسيا يتاثر او ان الجيل ده ما يتمش استخدامه بقى في الانديه والاحتراف والحاجات دي بعد كده؟ برضه ظروف صعبه جدا ان يبقى قدام منتخباتنا شباب مستقبل كبير سواء كان 2006 او 2003، وعندك طموح ان انت توصل وتلعب كاس عالم ويبقى عندك فرص كتيره للاحتراف، وشويه الامور تبقى صعبه. وان انا ما بحبش ان انا ادافع او اهاجم حد في الوقت الحالي، لكن احنا عندنا قاعده ناشئين محترمه جدا على مستوى مصر بالكامل، محتاجين اكتر اهتمام، محتاجين اكتر يبقى عندنا برنامج مهم للناشئين، خاصه ان الجداول دي بتبقى موجوده، مين هيلعب بطوله افريقيا عشان يوصل كاس عالم، مين هيلعب المنتخب الاولمبي. والنهارده احنا موجود عندنا 2001 بالفعل هو المنتخب الاولمبي اللي موجود، نتمنى له طبعا التوفيق في المباراه الزامبيا ان شاء الله القادمه. اللي بعد كده نهتم اكتر اكيد بمواليد 2005 هو اللي هيكمل، لو احنا كان عندنا تقصير في 2006 و2003 نهتم اكتر بقاعده الناشئين، لان دي مستقبل الكوره طبعا. اكيد كلنا محتاجين ناشئين بتحاول ان هي تدعم بناشئينها اللي موجودين. اكيد اللعيبه دي لما بتاخد فرص مع المنتخب وبتاخد ماتشات وبتاخد كفاءه سواء مع الدرجه الاولى او
مع بدايه المنتخبات اكيد بتفيد الانديه، وفي نفس الوقت اللعيب اللي بيكون كويس في النادي وبيصعد الدرجه الاولى اكيد بيفيد المنتخبات في الاعمار السنيه المختلفه يعني. طيب كابتن عماد، المنتخب الاولمبي زي ما حضرتك قلت عنده ماتشين في الشهر اللي احنا فيه ده، والمنتخب الاول ايضا عنده ماتشين، ملاوي برضو في الشهر اللي احنا فيه تصفيات بطوله افريقيا، تصفيات بطوله افريقيا فعلا. شايف يا كابتن الاستعداد بتاع منتخب اولمبي واستعداد منتخب مصر الاول ممكن يكون ازاي في الفتره القصيره اللي فاضله دي؟ ممكن شويه الموضوع مختلف مع المنتخب الاول يعني، عندك لعيبه محترفين، انديه الاهلي والزمالك، بيراميدز، فيوتشر، عندهم مباريات افريقيا، الدوري لغايه 15، وبعدين المباريات يحصل توقف، يحصل تجمع للمنتخب، اكيد هيبتدي الاول باللعيبه المحليين وبعدين استدعاء للعيبه المحترفين. دايما الظروف دي اظن المنتخبات متعوده عليها طبعا، والجهاز الفني اداؤه في الماتشات الوديه اللي شفناها كان اداء كويس جدا، الانسجام حصل ما بين اللعيبه، اتمنى ان شاء الله المباراتين دول ملاوي ان هم ان شاء الله يعدوا على خير ويكون المكسب ونكون ان شاء الله موجودين في بطوله افريقيا. المنتخب الاولمبي ممكن الظروف، اللعيبه بتلعب في انديتها، لعيبه لسه ما بتلعبش، لكن اظن المعسكر اللي جاي ده ان شاء الله يقدر يساعد الجهاز الفني انه يقدر يعمل حاجه كويسه لان ده مصر. طيب راي حضرتك في روي فيتوريا مدرب منتخب مصر؟ هو فاز على بلجيكا مثلا قبل كده وعنده انتصارات، راي حضرتك في تجربه روي فيتوريا مع منتخب مصر؟ وهو سي في مش قليل، لا هو سي في عنده مراحل كويسه جدا كسي في. لا اكيد النتائج هي اللي بتفرق دايما معانا. البدايه كانت كويسه جدا، الماتشات الكبيره اللي اتعملت كانت ماتشات كويسه جدا، فوزوا طبعا على منتخب بلجيكا، ولكن احنا محتاجين النهارده الماتشات الرسميه اكتر، الفوز ان شاء الله في الماتشات الرسميه. انا كان وانا كابتن عماد واضح ان في مشكله في الاتصال بالانترنت تقريبا. شكرا كابتن عماد النحاس، واحد من اساطير النادي الاهلي وواحد من اساطير خط الدفاع في الكره المصريه، حاجه يعني ما تتنسيش ابدا. اللي شاف كابتن عماد النحاس ليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر عارف قيمه ان المدافع يبقى بيعرف يلعب كره كويس قوي يعني. وطبعا كان الحوار شيق جدا معاه، واستمتعت بوجود كابتن عماد النحاس معانا في 7 داي سبورت، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده في 7 داي سبورت عفوا، وإن شاء الله على أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في 7 داي سبورت. وفي الختام خير سلام.